شايف مين افضل لاعب في الدوري الانجليزي؟ الدوري الانجليزي ساديو ماني. حاليا انا شايف ساديو ماني بيأدي اداء ممتاز جدا، والمستوى بتاعه مازال راقي جدا وكويس جدا. حاليا اعتقد محمد صلاح، هو مش منافس في صوب، حظهم وحش ان الفتره اللي فاتت ما خدوش الدوري، بس خدوا الشامبيونز ليج، دي حاجه كويسه. حاليا ساديو ماني ودي بروين. افضل لاعب في الدوري الانجليزي السنه دي هو تقريبا ساديو ماني، يعني بس بسبب هبوط مستوى صلاح. ساديو ماني نجم ليفربول والسنغال، طبعا بعديه محمد صلاح. دلوقتي حاليا هاري كين. شايف ان ليفربول حسم الدوري امبارح؟ بالتالي الدوري الانجليزي صعب ان انت تتوقعي فيه يعني، بس انا شايف ليفربول يعني متحمس ان هو ياخد الدوري السنه دي. لا لسه بدري، وبعدين الدوري الانجليزي فاهمه ما تعرفيش مين هيكسب مين، فهناك يعني الدنيا مختلفه عن هنا خالص. يعني الدوري الانجليزي عمره ما بيتحسم نهائيا في بدايته او في منتصفه، حتى اخر رمق في الدوري الانجليزي تقدر انك انت تلعبي كوره مختلف عن اي دوري تاني شكلا وموضوعا. فانا شايف ان لسه الدوري طويل ولسه في مفاجآت في الدوري يعني لم تحسم في الوقت الحالي. لا طبعا لسه بدري، الدوري الانجليزي دوري مجنون زي ما عودنا لاخر لحظه. السنه اللي فاتت السيتي واخده على اخر ماتش كده، خلاص ليفربول ممكن يحقق الدوري بعد 30 سنه حرمان منه، فدي فرصته الوحيده ان هو يحقق الدوري ده، ممكن ينافس على كل البطولات كمان. دوري لا ما فيش حاجه محسومه قصاد جوارديولا يعني، والله لو فرق 9 بونت وفاضل 3 ماتشات ما تضمنيش جوارديولا. السنه اللي فاتت كان فرق 8 بونت، وبعد كده السيتي خد الدوري فرق نقطه واحده، فلسه بدري يعني.